تسمع؟ قاعد تسمع؟ كنا شو هذا؟ في صوت غريب طلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم ومساءكم أعزائي المتابعين في كل حتة وفي كل مكان. رجعت لكم بالحلقة الثانية من سلسلة ماينكرافت. اليوم ما رح ألعب بروحي، اليوم رح ألعب مع النداف. تعال تعال، حياك البيت. طبعا من الأشياء اللي حياك البيت، أول بيت أول شيء شفت الحين كريبر بوي محترق. إيه زين، أنا الصبح مو بالليل. شفتك لاحق زومبي. تعال تعال أنا ساعدك. مات وينك؟ وين اختفيت؟ هاي والله لبسك جبار ليتش كينج. ها يا جماعه، هذا الليتش كينج من لعبه وورد اوف ووركرافت وماسك بلوك زفت بايده. انا طبعا غيرت السكن مالي، شوفوا شخص عادي لابس بلوزه. لا تقولي ليتش كينج. شوف هذا البيت، يعني انخشيت فيه. انا عارف هذا مو بيت، هذا مجرد ملجا سريع. هذا في تشست هنا حاط فيه اغراض، نفس في بيف وكذي اكل الحين نسخنه بعد شوي ونسوي لنا اكل. حاط تورتش بس على الماشي، يعني اشياء خفيفه. وللاسف هني هذا المكان مات فيه كلبي. انت المفروض انك شفت الحلقه مالتي صح ولا لا؟ من تعليقات الناس ان قالوا انه ليش ما تسوي لك بيت تحت الماي. في البعض قال خلي هذا المكان يكون عباره عن قبر للكلب اللي مات، فانا ابي اسوي ان هذا المكان يكون قبر. فانت شنو رايك في الموضوع؟ نسوي يلا قبر. اوكي بس الحين بس شلون نعطل هذا العصايه؟ شنو العصايه الحين؟ انا العصايه كنا هني، انا اقدر اسويها. خليني اسويها ونكتب عليها اكس. لا تسوي خشبي، سوي لك حجر. يعني كان عندي حجر وايد، شوف امسك بعطيك نصه. اوكي بحطه هني. الرب فيرست فريند دوغ. شنو شو هذا فيرست فريند؟ هذا اول صديق لي كان في اللعبه. عموما الحين خلاص، خلينا نروح الى مكان ثاني. خلينا ناخذ الاغراض المهمه بالتشيست. وين بنسوي اول بيت لنا؟ الى اللقاء. ما ادري، احنا نمشي ونشوف المكان، ناخذ لنا مكان شيء قوي مثلا على الجبل. اتوقع يعني افضل لو كان على الجبل، نقدر نحفر تحت. صافي مطر. خلي التورتشز عشان ندلي المكان بعدين. لا حطهم على اساس اذا شفنا اناره يعني نعرف ان هذا هو المكان. يا اخي هذا اللاعب مالي دلوع، يطق بالارض على طول يتحور. خروف عشان البد. انتبه بلشت تصير ظلمه وانا ما ادري انت وين. اوكي في زومبي طلع. بقر. لا مو البقر، ما يطلع الصوت. بقر يعطي لحم. سبحان الله. هني شفته قاعد يتمشى. كاو. اوكي ويت. خلنا نعطيه العظمه. هذا صديقنا الجديد. شنو هذا؟ ليش مرضى؟ هاي اعطيته ثنتين. زين هاك لحمه. ما ادري ليش خذ العظمتين وما صار صاحبي. ليش؟ زين شفت الجبل هناك؟ تعال حق شوف. شفت الجبل هناك؟ هذا شير كنا مو جبل. اي اللي هناك الشير فوق اخر شيء. يلا خرب. اوف والله كي. عالي المكان. ها شوف نشوف كل شيء. اوكي نخلي المكان سيدا. سيدا قاعد ظل. ترى قاعد ظل. بسرعه. في شيء واحد من المتابعين كتب لي بالتعليقات انه في نفس جاما او شيء كذي سيتنجز، غير اخلي ظلمه، يعني ما اشوفها، ما يصير ظلمه. بس ما ادري يعتبر شيء ولا لا. نعدل. شوف خلي الهندسه علي لو سمحت. شلون ابطل الانفنتوري مالي؟ أوكي. حرف الاي. الحين بعدل الارض. اوه انحكرت. جود باي. يي قاعد اسمع صوت هذول الكل. تحت قاعد يطقني. اوكي بسرعه لازم نسكر المكان، ولو المطر يروح الليله هذه سيئه جدا. حتى انا لاعبي يموت بشيء. دقيقه، اذا عندك ستيك من البقر قطه فوق خليه ينحرق. ترى في سكلتون تحت قاعد يطالعنا. صعد لنا وراك
والله يدمج والله قوي. شلون بيذبحني؟ ايه والله نحش كان. ولك اهم شيء السكيلتون، السكيلتون هذا لازم يموت. صاحي طق 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 يا فيكتوري. لا لا وين وين اوه انحش انحش انزل اي مكان مع السلامة. اي اي خليه فجر فجر عندك لحقوني. قالك زومبي قالك زومبي. اوه شو الاصوات لحقيني هم الحين ولا شو فيه؟ اي لحقيني كده. ايه كليبر ثاني من الدفعة موت. اوه انفجر فجر فجر مكان الخرب. لا والله راح اموت راح اموت. اي والله والله خلص خلص اسف اسف. ليش كذي صعبين؟ والله فجر مكان اعطاني شوية ماكس. بس بس خلنا ابني خلنا عندك سكر سكر. ايه لازم تسكر. ما عندي ديرت بس عندي هذيل امسك. هذه يوم ضايقتني للشارع خلني اشيلها. في لا الله يا الدنيا يا ماين كرافت. ها واو يا ماين من واو ماين كرافت. بسم الله من وين طلعت؟ السلام عليكم. هلا والله لو شفت قلت العمر واو كان ما ادري شيء ولا اشوف ماين كرافت قلت اشوف شو السالفه. للامانه حاليا احنا قاعد نسجل وانت معانا بالتسجيل على اليوتيوب. فضيحتك ان انت موجود في سيرفر ماينكرافت. حلو يعني راح تنحط الفضيحة هذه. ايه حياك العب معنا. راح انزلها حبيبي. بس زين بس كفو. احنا في مهمة ان نذبح الدراجون اللي هو الكبير اخر واحد. حلو. وحاليا قاعد نسوي لنا بيت ترهيم كذي اي كرام فوق الجبل اعلى منطقة حاليا. علشان يكون البيس الاساسي مالنا ومن بعدها راح نجمع ماتيريال موارد والامور هذه ونجيب سيوف ودايموند وغيره ونحاول نوصل الى التنين الاخير ونذبحه ونخلص السلسله. عاد ما ادري هذه ايش كثر يبي لنا وقت علشان نسويها بس حياك اذا تبي تكون بارت اوف التيم هذا فوق. النداف انا عارفني انا قاعد احط خشب مو نفس اللون بس يعني مو مشكله نبدله بعدين. بعدين يا جماعه حق الناس اللي قاعد تسمع صوت ثالث غريب هذا ولد عمتي هني معانا بالديسكورد شكلي طب علينا واحنا نلعب. اخيرا راح المطار والله قسم بالله كان ينرفز ينرفز. اوكي نداف انت مسوي شيء غبي. انت حاط ود كامله. شفت هذه اللي انت حاطها مركبها؟ تعال تعال خلنا نعلمك. شفت هذه ما يصير تحطها كذي. هذه تاخذها وتحطها بالكرافتنج عندك فيطلع لك يعني اكثر من بلانك. لا لا عندك بدون كرافتنج تيبل مو محتاج كرافتنج تيبل. اوكي يلا بقى شوي نسكر هذا الروف الحين وبس بصير عندنا سيف زون. بس يبي لنا بعد ود فاتوقع انا والنداف مفروض نروح الحين ونجيب باقي الخشب من الاشجار. انا قاعد ود فيجيب من صوت. اوكي شلون اوصل لك؟ لحظه وين البوابه؟ انا حطيت بوابه لكن سكرتها. لا لا بس انا جيت دشيت من ورا. بس يبي لنا شو اسمه؟ قاعد تسمع؟ كنا شو هذا؟ في صوت غريب طلع. ايه هذا كنا يمكن في دنجن تحتنا ولا شيء كذي. يعني احنا تحت فوق الدنجن. اذا حفرنا تحت بنحصل سبونر مال الزومبيز وكذي. الصوت مو مخرع. ايه اساس لا يصير لنا سبون. اوكي وبكذي صار عندنا بيت. تعال عطني الول اللي عندك تكفى. يعني راح نقدر نسوي فراش واحد بس للاسف. اوكي الحين لازم نسوي لنا الشافت مالنا مع الارضيه هني البيس وخلاص نخلص. اوكي صار عندنا فراش. اوكي وين نحطه؟ بحطه هني ما ادري كذي. ليش ما ينحط؟ اوكي ابي سيده ابي سيده. ايوه على الطرف. اذا طقيت على رايت كليك you can sleep only at night and during thunderstorms. انزين الحين صار عندنا البيت تقريبا جاهز. فراش كرافتنج تيبل فيرنس حاط تشستين ما ادري ممكن نحتاجهم يعني تشست على اليمين حقي وواحد حقك. يلا خلينا نبلش. شو رايك نبلش بالشافت الحين؟
اوكي خلينا نسكر المكان اساس لا يدخلون علينا الزومبيز. الحين لازم نسوي شيء نضاف ان احنا نستعمل الفراش هذا مره واحده على الاقل علشان اذا متنا يصير هذا السبون مالنا. فخلنا نشوف بجرب انا استعمله. اي واحد صندوق مالي هو اي واحد صندوق مالك سويت. لازم نحط ساينس عليه ليف بيت. بس استعمل البد على اساس يكون هذا السبون مالك. بس الحين نسوي ليف. شوف ما تفرق تبي يعني تشس واحد لي واحد لك الحين ساين. اي خلنا نحط ساينس. اوكي اوكي يلا وين نحط الساين؟ فوق بالضبط. فوق بالضبط ما اقدر على البلوك اليمين ولا اليسار. ما اقدر احط فوق بالنص. على البلوك اليمين ولا اليسار عادي. تعيج تشست نداف تشست بوم. انزين يا جماعه الحين اللي راح يصير انا خلاص بنسوي الماين شافت اللي راح نحفر تحت علشان نحصل الكول الايرون الدايموند ونذهب نفسنا وبعدين نطلع في العالم علشان طبعا ناخذ لنا اكل من الخرفان والامور هذه ونضبط الموضوع. شافت ولا تبي اكبر؟ لا لا ممتاز وايد وايد ممتاز هني ونحط الدري ستيركيس. الحين شوف شو راح نسوي. انت تحفر تحت وانا اطلع برا اسوي لي اجمع خشب علشان نسوي اللادر والسلم ونبي تورتشز بعد ونضبط امورنا. التورتشز ما نقدر لازم يكون عندنا فحم والفحم راح نحصله بس من ال في شغله تعال شوف. اي شفت 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 بطل. مو مشكله نسكره واحنا نازلين. هو راح يتسكر واحنا نازلين. فبس اتوقع بكذي يعني هذا الشيء راح اسوي له كات على ما احنا ننزل تحت ونجيب الاغراض ما له داعي تشوفونها لانه بس راح يكون مجرد حفر حفر حفر. اي شيء جديد اي شيء راح يطلع لنا راح اعطيكم ابديت. الاشياء اللي راح اجمعها راح احطها بالتشست مالي. هذا التشست فاضي حاليا ما في اي شيء. هذا التشست مال النداف حاط فيه اغراض. اوكي انا عندك اكل خاشه يا باكشر ببطين حاط لك تفاحه زين كلها معاك تحت يمكن تتعب تحتاجها. وبعدين انت شلون قاعد تحفر تحت شلون تصعد فوق شلون راح تصعد فوق؟ سمعت تشستي لا تقرب صوته. زين ما راح اجيسه بس زين اقول لك انت قاعد تنزل تحت وما عندنا لادر فلازم ناخذ لادر. وين انت مو بتروح تجيب اللادر؟ روحي باللادر يطلي شويه شموع. هاك دبر نفسك دبر نفسك حطهم بطريقه سيده. اقول معاش شو تشتغل عندي انت حقنا احنا الاثنين. ابي معاش اعطي معاش يلا. انزين يا جماعه بكذي اكون وصلت معكم لنهايه هذه الحلقه الثانيه. شويه ممله ما سوينا شيء قوي بس انه على ما حصلنا مكان فوق الجبل وسوينا المكان البيت البسيط الغبي هذا اللي نصه من تراب ونصه من خشب ابيض ونص خشب عادي ما ادري. يعني الحلقه الثالثه ان شاء الله ممكن يكون عندنا ضيف ثالث مو ثالث ثاني ما ادري منو. تبون عزوز ولا الشايب؟ كتبوا بالتعليقات تحت علشان اعرف حق منو اسوي له دعوه. وبس في شيء تبي تقوله؟ لا بس ابي معاش ان شاء الله. شنو تبي معاش؟ هاك تفاح. انت اكل اكل يرضيك. تفاحك تعطيني من تفاحك. والله تفاحي والله. شوف اصعد الكيس بتحصل تفاحه ما تكفي موجوده. زين قبل لا نخلص قبل لا تختم الفيديو اي مسكت الكيس مالي كسرت ايدك. اوكي وانا يعني كل يوم راح اصور التشست مالي شلون صاير علشان اذا لقيت شيء ناقص راح اكسرك. اوكي تعالوا وقف يمي خلينا نختم. تعال سو باي. شلون سو باي؟ ما ادري سو باي بالصج. اي اوكي باي يلا اغبياء والله.